كل التحيه ليك يا كابتن اسلام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلنا جمهور النادي الاهلي دايما في الوقت وفي الميعاد بيلبي النداء كله جميعا في ظهر النادي الاهلي. النهارده قبل لحظات من التوجه للاستاد لوكاس موريبي مجموعه من افراد جماهير النادي الاهلي اللي اصرت على الحضور لمقر اقامه فريق النادي الاهلي لمؤازره ومسانده النادي الاهلي ومطالبه النادي الاهلي افريقيا يا اهلي. خلينا ارحب بحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي. توقعاتك للقاء باذن الله، ويقول لي استعدادك ايه النهارده للقاء؟ احنا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا اصلا جايين من القاهره مخصوص عشان خاطر الماتش دوت، لان احنا واثقين في فريقنا ان شاء الله، وان شاء الله هنقدم ماتش مباراه كويسه وهنكسب ان شاء الله، وهنصعد لنهائي افريقيا ان شاء الله، تكون بطوله افريقيه ما اهلاويه ان شاء الله. خليني اسال حضرتك، الجروب الجميل جمعتوا بعض واصريتوا ان انتوا تساندوا النادي الاهلي، وهو ده دايما اللي متعودين عليه من جماهير النادي الاهلي في كل مكان. هو طبعا احنا جمعنا كلنا اصدقاء وجايين هنا عشان نشجع النادي الاهلي، كلنا فعلا بنحب النادي الاهلي، حتى في ماتشات في مصر برضه بنتجمع وبنروح كلنا مع بعض، وان شاء الله باذن الله نصعد باذن الله ان شاء الله. يعني توقعاتك نتيجه اللقاء باذن الله؟ هو توقعاتي ان احنا نصعد بايا كان النتيجه، المهم ان احنا نوصل للدور اللي بعد كده ان شاء الله باذن الله يعني. لكن النتيجه صعب ان احنا نتوقع منها، لان طبعا الفريق اللي احنا بنلعبه ده فريق كبير برضه، واحنا اقوى ان شاء الله باذن الله ونصعد ايا كان النتيجه. خليني ارحب بحضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي، منورين بريتوريا. توقعكم لنتيجه اللقاء؟ ان شاء الله الاهلي يكسب النهارده ونصعد للدور اللي قبل النهائي ان شاء الله. توقعات حضرتك لنتيجه اللقاء بمشيئه الله؟ هنكسب وان شاء الله تبقى مباراه كويسه جدا، وان شاء الله الاهلي يصعد ان شاء الله. يعني رساله لعيبه النادي الاهلي دلوقتي من خلال قناه النادي الاهلي، توجهوا رساله لعيبه النادي الاهلي وتقولوا لهم ايه؟ احنا كلنا وراكم وبنشجعكم، وان شاء الله تصعدوا ونكسب، وان شاء الله تبقى ماتش كويس. خليني اروح لحضرتك، النادي الاهلي استاهل منا كتير، النهارده الرساله بنقولها وبنوصلها للعبت النادي الاهلي، تحبي تقولي ايه لعبت النادي الاهلي قبل المباراه؟ احب اقول جود لك، وباسم مصر كلها يعني بنشجع لها. لا مش هتوقع، ان شاء الله خير ويكسب. نروح للجانب الاخر، ويعني زي ما قلنا افراد وجماهير النادي الاهلي في كل مكان، مستعد للقاء؟ تمام يا فندم. ان شاء الله الاهلي معودنا ان هو عند حسن ظننا دايما، والاهلي فرقه كبيره وبتاعه الماتشات الكبيره، وافريقيا مش غريبه علينا يعني، احنا لعبنا هنا كتير، وان شاء الله نرجع من هنا متاهلين والبطوله. الله يعني عايز اسال حضرتك، يعني وجود جمهور النادي الاهلي ولو عدد قليل في استاد لوكاس موريبي اعتقد بيوصل رسائل وبيدي تحفيز كبير جدا للعيبه النادي الاهلي. احنا عايزين نقول للعيبه احنا معاكم زي ما انتم متعودين، وزي ما انتم عودتونا لازم تبقوا عند حسن ظننا ان شاء الله. جود لك للاهلي. خليني بسأل حضرتك، من مصر ولا مقيم هنا في جنوب افريقيا؟ مقيم هنا في جنوب افريقيا. بقالك كام سنة؟ 12 سنة. 12 سنة. من أي منطقة جاي فيها من جنوب افريقيا؟ من جوهانسبرج. يعني 45 دقيقة من بريتوريا ساعتين عشان احنا كلنا بنحب الأهلي ونتمنى إن الأهلي ياخدوا البطولة ديت إن شاء الله بإذن الله. توقعات حضرتك اللي هتختلف؟ بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. احنا بنموت في الأهلي، بنحب النادي الأهلي. أستاذ يسري قائد الرابطة. دايما بنقول ان جماهير النادي الاهلي في الشده، انا برضو ظهره انا ليه درع الامان، وجماهير النادي الاهلي دايما هي بترسم العنوان للنادي الاهلي، اعتقد دي مش مجرد كلمه، لا دي حقيقه. جمهوره ده حمايه الحلوه والمره معاه، وان شاء الله النهارده هتكون حلوه، وان شاء الله النهارده الماتش هيكون حلو، وبالصحبه الجميله دي بوجود وتواجد قناه النادي الاهلي في قلب الحدث، ودي حاجه جميله جدا ليكم. الماتش النهارده صعب، خلينا احنا لينا خبراتنا في الكوره وبنفهم كوره كجمهور كرة جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله النهارده نعمل ماتش كويس جدا، ان شاء الله النتيجه 1-1، وباذن الله هنطلع للدور الجاي، وباذن الله انا النهارده حاطط الماتش ان شاء الله، وهيبقى الوش الحلو على الراجل الجميل ده، وهستاذنك تجيب وشه بس ان شاء الله. ماشي ان شاء الله بعد الماتش ان شاء الله، مش هقول اسمه دلوقتي بخليه مفاجاه ان شاء الله، بس النهارده باذن الله انا متوقع ان شاء الله النهارده، يعني رساله مني لحضراتكم اللي متفائل ان اللي هيجيب الجون النهارده الراجل ده. انا عايز اروح بقى، عايز اروح لحضرتك، خاتم سليمان في كل وقت وفي كل مكان، عايز اروح لحضرتك، الروح وحاله الحب اللي شايفها موجوده ما بين افرادكم كجاليه او كمجموعه مصريين جايين، او يعني مع افراد الجاليه المصريه الموجوده هنا، اعتقد هي ان شاء الله هي الدليل النهارده اللي بيدينا التفاؤل ان شاء الله في هذا اللقاء. اكيد طبعا كلنا اتجمعنا علشان نيجي ونعزر الفريق ونبقى معاه ونشجعه من كل قلبنا. الماتش صعب صحيح، بس ان شاء الله النتيجه بتاعتنا هتطلعنا الدور قبل النهائي ان شاء الله. توقعاتك اخيرا للقاء؟ ان شاء الله 2-1 للنادي الاهلي، وان شاء الله افريقيا في الجزيره باذن الله، افريقيا في الجزيره باذن الله. ان شاء الله، ان شاء الله مكسب باذن الله من نسور النادي الاهلي، كل الفريق اللي موجود ده ان شاء الله مع النادي الاهلي، وهنكسب باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. اخيرا توقعاتك للقاء؟
3-1 الاهلي ان شاء الله. الاهلي هيكسب وهيصعد وان شاء الله يكسب بطوله افريقيا السنه دي باذن الله. كابتن اسلام، ده كان لقائنا مع مجموعه من جماهير النادي الاهلي اللي اصرت على مسانده ومؤازره النادي الاهلي هنا في مقر اقامه بعثه النادي الاهلي قبل التحرك بدقائق قليله الى استاد لوكاس موريبي لمواجهه فريق سان داونز في اياب دور الثمانيه لدور ابطال افريقيا. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. الروح والحب اللي شفناه من الجماهير والتفاؤل بيقول يا كابتن اسلام ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله الى الدور نصف النهائي. فضل يا كابتن اسلام، اليك الكلمه مره اخرى.